وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. كان مفروض إحنا بنطلب دكتور يعني يكلمنا عن حكاية الشريحة اللي طلعت دي، لكن ما توفقناش في إن إحنا يعني يكون عندنا. إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عنه، لأنه العلم نور، فنشوف الدنيا راح فين وفيها إيه والحاجات اللي حصلة. ولكن طالما إحنا في عاشوراء وكان لينا زيارة، أنا أظن إنها من زيارات الجميلة اللي أنا عملتها لمسجد ومقام سيدي علي الدين في حي، طبعا انتوا عارفين اسمه زين العابدين، وكانت زيارة أسعدتني كثيرا يعني، عن الكلام عن الناجي الوحيد من ألطف، معركة ألطف في كربلاء، وهو من أبناء، هو طبعا علي زين العابدين ابن الحسين، وده اللي كان ما تتكلمش بقى، تعالوا نسمع حكاية علي زين العابدين. خلي بالك هو زين العابدين، هو في العابدين من أجمل الحاجات يعني، خلي بالك زين العابدين دي ما هوش كده، زين العابدين يعني حاجة في العابدين جميلة يعني، ألماظة في يعني العارفين بالله سبحانه وتعالى. تعالوا زيارة أظن أنها تعجبكم إن شاء الله. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابي قدموا، ده الفرزدق خد هشام بن الملك يعني تقريبا بوكس، بس بوكس شعري. نحن في ساحة جميلة عند الرجل الصالح السجاد، جده علي بن أبي طالب، وجده من أمه كسرى، أمه سلافة الأميرة الجميلة التي أسرت عند الفتح الإسلامي وقدمت إلى المدينة وتزوجها الحسين، الحسين بن علي. كان نفسي من سنين طويلة لما رحت العراق أكون بشتغل مذيع وصور ما رأيت في كربلاء، رحتها مرتين في نفس الأسبوع. نحن هنا في ساحة زين العابدين أو زين العابدين، لما تقول زين العابدين يبقى على طول عمك علي، ده الأصغر لأن في علي الأكبر. ما دخل على يزيد بن معاوية قال له من أنت؟ قال له أنا علي بن الحسين. قال لقد قتل الله علي بن الحسين. قال له كان لي أخي علي قتله الناس. قال بل قتله الله، ده يزيد. قال له إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، أتجادلني؟ اضربوا عنقه. فتعلقت به السيدة زينب وقالت يا ابن آكلة الأكباد، لو قتلت علي عليك أن تقتلني. ومستشار من اللي جنبه قال له لا مالكش دعوة بيها، دي لزينب بنت علي بنت فاطمة، هتروح في داهية. فسابهم، وهذا قضاء الله، هذا هو الرجل الوحيد من أسرة الحسين علي زين العابدين. كان عيان، كان 23 سنة، ما اشتركش في الحرب، ما اتقتلش، فأسر، فنسل الحسين كله من هذا العلي الكريم. وكان متجوز مين؟ فاطمة بنت الحسن. فمن هنا جت السلالة العظيمة الممتدة في كل أرجاء الأمة الإسلامية، حافظ الله علي زين العابدين. ما دخلش في القصة هو بقى خالص، ما عملش أي حاجة خالص، لكن هو له قصة كرجل عابد زاهد عظيم. أما بقى ابنه زيد
فله قصة أكبر بكتير. مكان دفن علي زين العابدين، علي السجاد، كل 90% من الكتب أو 98% من الكتب بتقول أنه دفن في بقيع الغرقد، حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام مكان في المدينة ليدفن فيه الناس، ودفن فيه زوجة النبي وكل الأسماء الكبيرة وسيدنا عثمان والأسماء الكبيرة كلها، عدا الصديق وعمر بن الخطاب دفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحب أقول لكم بقى مين هو علي زين العابدين أكتر، ومين زيد الذي يعتبر في التاريخ هو صاحب أكبر دولة إسلامية في التاريخ، صغيرة لكنها دولة استمرت من 280 هجري حتى سنة 1962. كانت يحكم شمال اليمن بالطائفة الزيدية الشيعية التي قالت ما لا يعجب الطائفة الأكبر من الشيعة، قالت أن الأفضل كان علي قطعا، لكن أبو بكر وعمر كانوا مفضلان، كانوا ناس عظماء جدا، فكونوا يحكموا مش مشكلة، بس كان يصح أن علي اللي يحكم عشان هو الأفضل، لكن كونهم يحكموا مفيش مشكلة. دي الطائفة الزيدية اللي كانت موجودة فيه وما زالت، بس ما بتحكمش في شمال اليمن وموجودة في بعض الأماكن المتفرقة، لكنها طائفة يعني عددها قليل. علي زين العابدين السجاد ابن سلافة وابن الحسين والحسين ابن علي وابن فاطمة سبطي رسول الله. قال ايه بقى علي؟ أعطينا ستا، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. في المقام بقى نقول لكم الكلام ده. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ زي الساحة. يا مرحبا. السلام عليكم. زي الساحة. زي الساحة. السلام عليكم. زي الساحة. مرحبا. أعطينا ست وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة قلوب المؤمنين، والله سبق. وفضلنا بسبع وكان صادقا، منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار، الله، ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطي رسول الله، الله أكبر. إيه بقى في أجمل من كده؟ خلي بالك هنا، منا النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنا الصديق، ليس أبو بكر الصديق لكن من أسماء علي بن أبي طالب الصديق الأكبر. فلما نقول أعطينا النبي المختار والصديق والطيار، أنت عارف مين الطيار؟ طبعا جعفر، جعفر بن أبي طالب اللي قطعوه من هنا وقطعوه من هنا، ثم رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام طائرا في السماء فسمي بجعفر الطيار، لأنه كان ماسك الراية، جيبه كده يروح ماسكها كده، جيبه كده يروح ماسكها كده. أما أسد الله فهو حمزة. فيعني هذا هو علي زين العابدين، رجل عاش للعبادة. ما جه حد في المدينة يمشي، ما عايز بقى الزهري عصره وناس كتير عصروه، كل واحد شافه قال هذا هو أفقه أهل زمانه، ده كبار مش إحنا. كل واحد يقوله أنا قابلت فلان فده أفقه أهل زمان، يقوله أرأيت علي السجاد؟ يقول لا. قال حين تراه سوف تعلم أنه هو أفقه زمان. هو هذا الرجل الذي جرت أبحاث وقالت أنه يركض هنا هو وابنه يزيد، لا زيد. السلام عليكم.
هذا مقام سيدي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، سلالة ما فيش أفخم منها في الدنيا. ويركض بجواره كما يقال في بعض الكتب ابنه زيد. زيد ده مات صغير، مات حاجة 40 سنة، صغير قوي، لكنه قتل، استشهد لأنه كان يطالب يعني بالإمامة. خلي بالك سيدنا علي هو زي ما قلت لكم وانا بدأت التصوير، هو الابن الوحيد الذكر الذي تبقى من سلالة سيدنا الحسين في اليوم العاصف الحزين الغاضب يوم كربلاء. وكنت احب ويا ربنا يعني يساعد الظروف ان احنا نقدر نروح كربلاء ونصور هناك، حيث شرفت بزيارة كربلاء وشفت بيت سيدنا علي، بيته اللي كان عايش فيه، وشفت المكان اللي ضرب فيه بالخنجر، وشفت المكان اللي شالوه حطوه فيه، وشفت المكان اللي رقد فيه حتى وفاته ما بين يدي الحسن والحسين وأوصاهم كما تعلمون. وطبعا انتوا عارفين لما قالوا له الناس يا أبا الحسن يعني أنا اختاروا الحسن إماما، فقال لا أمركم ولا أنهاكم. الله أكبر، كما فعل النبي، لم يأمر ولم ينهى في غالبية الأقوال. فعلي بن أبي طالب لم يطالب، تركها على المحكة البيضاء كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأمرهم ولا ينهاهم. وبعدين هم اختاروا الحسن، وبعدين القصة الشهيرة، الحسن بعد شوية تنازل لمعاوية عشان يلم يعني شمل المسلمين، واتفقوا انه بعد الحسن بعد معاوية تبقى الحكاية شورى. لكن معاوية الحسن يعني مات سم، ولله جنود من عسل كما قال في أحد الأقوال لمعاوية بن أبي سفيان، ومات الحسن رضي الله عنه وأرضاه. والحسين ما وافقش على يزيد، طبعا تبقى وراسة يا قيصرية يا معاوية، ما ينفعش. وكان مكان في كربلاء في أواخر سنة 60 هجري، في محرم 10 محرم كانت كربلاء، وكان المشهد الحزين هو مقتل سيدنا الحسين وأهل بيته جميعا، طبعا إلا الستات، كل الرجال ماتوا حتى الصغيرين قتلوا كله. من كربلاء التي بقى منها علي هذا الله عليه رحمة الله ورضي الله عنه. إيه بقى والحسين لما خرج، الحسين لما خرج راح له عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قالوا له ما تخرجش، أهل الكوفة مش مضمونين. قالوا منهم 18,000 واحد قالوا له احنا معاك، وبعت لهم ابن عمه مسلم ابن عقيل قال له روح اتأكد. وراح له عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقالوا له بلاش تخرج، روح اليمن أحسن، اليمن اللي أبوك اللي هو علي بن أبي طالب له فيها شيعة وفيها شعاب وجبال ممكن أن تحتمي بها، لكني أخاف عليك عبد الله بن عمر أن تقتل. فقال له لقد عزمت، قال له طب ما تاخدش أهلك لأني ما حبكش تتقتل قدامهم، ما حبش أن أهلك يشوفوك وأنت بتتقتل. فلكن الحسين كان قد عزم، وهناك العرب زمان كانوا لما يعزم على حاجة ما يرجعش. وخرج الحسين، خرج في مجموعة، وهو خارج بقى جاله جواب من مسلم بن عقيل قال له إن الناس في انتظارك والناس تؤيدك. كام الناس؟ 18,000. فتوكل على الله وطلع على الكوفة، وهو في السكة كانوا هما هناك قبضوا على مسلم بن عقيل عبيد الله بن زياد وسعد وعمر بن سعد، أنا أقول لكم الاسم كده، عبيد الله بن زياد ده حاكم البصرة، الكوفة حاكمها نعمان، نعمان بن بشير ده أنصاري راجل طيب. فلما عرف يزيد إن الحسين جاي قال لعبيد الله بن زياد امسك الكوفة، سيبك من نعمان بن بشير ده أنصاري طيب، سيبك منه. ومين بقى اللي موجود؟ القائد بتاعه عمرو بن سعد. خلي بالك من الحتة ديت عشان هقول لك مين هو سعد ده، مش أبويا، عمرو بن سعد.
مين القائد بتاعه بقى؟ ابن زيل جوشن الحسين. بس المختار الثقفي ما سابوش. ايه اللي حصل؟ حسين اجتمع في المكان دوت، راح طبعا اهل العراق كان قتلوا مسلم بن عقيل الحكام في الكوفه، واللي هو عبيد الله بن زياد ده، ومفيش حد، ما لقاش حد، خلعوا كلهم. فكان امام الحسين انه يمشي يرجع تاني. كتب كتير بتقول كلام مختلف، لازم تاخد بالك منه، الكلام اللي هو يميل الى الدقة. ان الحسين لما لقى انه معاه 70 واحد اهله، وتضم له نفر قليل، لانه بقى ايه، معلش ما حدش يزعل مني، ده التاريخ، الناس بقى مشيوا في الجوامع الشيوخ، بعض المشايخ وفي الجوامع مشيوا بيقولوا ايه، لا تنضموا للحسين، انه فاسق، انه خارج عن الدين، انه يشق عصا الامة. الجوامع الحسين قوموا الناس على الكوفة ان محدش يخرج، محدش خرج. فالحسين قال يا عمرو بن سعد، بن سعد مين سعد؟ سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين. سعد في غزوة احد كتير من القادة المسلمين ابتعدوا عن الساحة الا سعد، فكان رسول الله يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي، ارمي سعد. هو كان امهر واحد في السهم، فيقول له ارمي سعد فداك ابي وامي. بعدين كان لما بعد النبي مع اصحابه كده، ويخش سعد بن ابي وقاص فيقول لهم هذا خالي، اروني من اخوالكم. شوف التباهي بيه، هو النبي بيتباهى بسعد، لهم هذا خالي اروني من اخوالكم. قد كده كان سعد بن وقاص ابن ابي وقاص جميل، لان هو ليه صله قرابه بام الرسول ومن المدينه شويه، فيبقى ايه، يبقى خاله. ولكن هكذا لفعل عمرو بن سعد. لكن التاريخ بيقول حاجه صغيره هقول لكم عليها. بيقول لك ايه، الحسين لما لقى الموقف متأزم كده، عشان بس ايه ما تسمعش الكلام من طرف واحد، كتب كتير بتقول حاجة تانية، ان الحسين قرر العودة. قال للي بيفاوضوا بقى، اللي هو مش عبيد الله بن زياد وعمرو بن سعد، عشان برضو نسجل ده وده، قال لهم اني يعني أمامكم في سلس، عندي 3 حاجات، إما أن أعود من حيث جئت، يعني أعود لمكة والمدينة، أو أذهب إلى يزيد، أروح أنا ليزيد، أو أبقى في الصغور، أقعد في الصغور اللي هنا ديت وخلاص. فورد واحد من الأشرار اللي هو ابن الجاوشن ده بقى، قال له لو سبته يرجع يبقى هيعمل لنا مشكلة في الحجاز، ولو بعته ليزيد طليق كده، ليزيد بن معاوية طليق كده، هيبقى واخد عز والناس هتتجمع معاه في السكة وهو رايح، ولو سبته في الصغور الناس هتنزله. سخن دماغه. لكن عمرو بن سعد استحسن القول، استحسن القول، وبعته لعبيد الله بن زياد، اللي قال له بقى الراجل قال له الكلام ده كله، فقال لهم لا. الراجل قال لهم انا سيبوني هروح انا ليزيد، انا هروح له. عز عليهم ان هو يروح له من غير ما يبقى مقبوض عليه، قالوا لا احنا هنقبض عليك وناخدك. قال لهم اسير؟ لا، سبت رسول الله لا يؤسر، يقتل انما يؤسر لا، فانا اسير لا، هروح له لوحده، انما هتاسروني لا. فرفضوا، وكانت المقتله القبيحه. ويعني احب ان انا احكي كتير جدا جدا عن هذه القصه وما حدث وسيره زينب. انا قلت لكم في بدايه الجزء المصور ماذا فعلت السيده زينب مع يزيد ابن معاويه، لما بتقول له يا ابن اكله الاكباد، اللي ما يعرفش ان يزيد ابن معاويه ابن ابو سفيان،
اللي هو جوز مين؟ هند بنت عتبة التي أسلمت في النهاية، لكنها هي التي خرجت وأكلت كبد سيدنا حمزة بعد قتله من وحشي العبد. نرجع بقى لعمك ده سيدنا علي، ده راجل عاش للعبادة. ده لما خرج بقى سيد تتنا زينب، قلت لكم انا وانا فوق خدته بالحضن، قلت له عايز تقتله يا زيد يا ابن اكله الاكمام اقتلني، فمش هيقدر يقتل السيده زينب يعني، فخدته لانه ما شاركش في المعركه لانه كان مريض فلم يشارك في القتال. فدي كان سبب ان هم يقول لك ده ما قتلناش فما نقتلوش. وخرج عاد الى المدينه، عاد الى مكه، عاد. في ناس تقول انه بعدين هو والسيدة زينب جاءوا مصر. سيدنا الشعراوي في الطبقات الكبرى، الشعراني في الطبقات الكبرى قال ان هو جه مصر، وفي كلام يقولوا لا ده هو لما قبض حمل وجابوه ليدفن في مصر، واقوال كثيرة. لكن هذا هو المقام، ويقال ان هو هنا سيدنا علي وزينب. حكيته دي كانت معلومات تاريخ كده يعني. طب احكي لكم ان هو مثلا هشام بن عمالك كان من ولاد عمالك بن مروان، ده كان حكم اكتر من 20 سنة، ابن مروان ابن الحكم، وله قصة يعني مش مشكلة. لكن بني أمية، وهشام ده من ولاد عمالك يعني من اولياء العهد، بقى هو حكم فعلا يعني، حكم الوليد وبعدين الوليد هشام وبعدين بعد كده جه عمر بن عبد العزيز، والقصه الطويله دي. لكن هشام من ولاد عبد الملك الخليفه راح يحج، فدخل عشان يستلم الحجر، كانت زحمه فمعرفش يخش، فتراجع لغايه ما يوسعوا له. ففي نفس اللحظه دخل راجل تاني، راحت الناس من فتح السكه، وسع 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 وسع، فاستلم الرجل الحجر وتمتع ودعا وخرج. هو عارف ده مين؟ فقال له من هذا؟ بيحتقره، مين الراجل دوت اللي فتحوا له السكه؟ فواقف جنبه الفرزدق، الشاعر الكبير اللي اتقال عنه كلام كتير في اخلاقه، لكن لولا الفرزدق لضاع ثلث اللغه العربيه. شعره مليان صور بديعه، يقول لك لولا الفرزدق لضاع ثلث اللغه العربيه. فهو هشام قال مين ده؟ وحقره قدام الناس. فالفرزدق قال له بقى انا هقول لك مين ده. يا سائلي اين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم أولا. فهشام اتغاظ، قال له يا فرزدق ألا تقول فينا مثل ما تقول؟ فرد عليه الفرزدق الشعر اللي بيقول لك عليه أخلاقه كانت يعني كفتة، لكن شعره كان عظيم. فبص له كده قال له ألك جد مثل جده؟ آتني بجد مثل جده. ألك جد مثل جده؟ آتني بجد مثل جده. وأنا أقول، فنفاه هشام بن عبد الملك. نفاه وما شافوش تاني. لكن فضلت الحكاية، الناس دول مش مسألة إن هم من سلالة سيدنا محمد وفاطمة الزهراء، لا دول ناس احترموا كونهم من هذه السلالة وقدموا لنا حاجات حلوة كتير جدا جدا.
يبقى عندي ان انا اقول لكم بعض ابيات من ليس الغريب واحنا ماشيين بقى. أجمل ما كتب سيدنا علي بن الحسين قصيدة مشهورة اسمها ليس الغريب، وغناها ناس كتير أو أنشدوها يعني ناس كتير، لكن أنا في تقديري أفضل من تقدم لها هو الشيخ العفاسي، مشاري بن راشد العفاسي، وأذهل الناس وأبكى الناس. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ده مطلع القصيدة، وبعدين بيمشي فيها بقى، بيوصف بقى الإنسان، بيعيا وبيجيله الدكتور، وبعدين بيموت، وبعدين بيتغسل، وبعدين بيحصل، وبعدين 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 وبعدين. خليك معايا واسمع بقى كلام الموزون قوي. أنا قلت لكم أمطلع القصيدة، أقول لكم بقى أبيات من الآخر كده. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، وانظر اسمع كويس، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، كل حاجة الراحة منها بغير الحنط والكفن، خذ القناعة من دنياك وارضى بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يعني لو بس انت بتنام مرتاح رضا. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن، يا نفس توبي واعملي حسنا عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. سلام لابن الحسين والحسن.